وزير شايف اللائحة كده وده وزير شايف اللائحة كده. طب اعترضتوا تاني بعد؟ اعترضنا تاني برضو الوزارة ما قبلتش اعتراضنا. في نفس الوقت ده اتقدم طعن من دكتور وجدي على اجراءات الجمعيه العموميه لان في الفتره دي كان في فض اعتصام رابعه واللي كان بيبقى قافل كتير طول الوقت يعني فما استلمناش التفاوضات بتاعت الهيئات في الوقت القانوني. واربع هيئات من الاعضاء في الجمعيه العموميه قدموا لنا طعن على اجراءات الجمعيه. ونادي طلائع الجيش قدم لنا تظلم ان هو لم يدرج اسمه في كشف اللي من حقهم دخول حضور الجمعيه العموميه. تمام. فبالتالي خدنا قرار ان احنا ناجل الجمعيه العموميه لغايه اما الامور دي تستقر. تمام. بعتنا الكلام ده للوزاره وبعتناه لكل اعضاء الهيئات. الوزاره ما التفتتش للملاحظات بتاعتنا وراحت بعتها هي للهيئات وقالت لهم ان انا هعمل جمعيه العموميه في نفس اليوم. تمام. والهيئات جت اللي هم التسعه الهيئات هم النادي الاهلي اعتذر والنادي المعادي حصل مشكله في المندوب بتاعه فما جاش فبقى جم السبعه. تمام. دكتور وجدي خد كام هقول لحضرتك. المندوبين رفضوا كل جدول الاعمال خطه النشاط والميزانيه ووقفونا من تمثيل مصر في المحافل الدوليه وتمت بند الانتخابات ونجحت الاستاذه رمياء سعر اخذت 6 اصوات ودكتور وجدي اخذ صوت واحد. تمام. طب ممكن اسال سؤال؟ هو مين اللي اعترض على البند الاعمال؟ الهيئات؟ الهيئات كلها. طب وصوتت ليه طالما ما اعترضت؟ صوتت على ايه؟ صوتت على لميا لا ما هم جايين بقى بتوجيه ان هو اي حاجه تبع الاتحاد تترفض من ميزانيه من خطه نشاط من كل حاجه لكن اما بنت الانتخابات خلاص انتخبوا لميا يعني دي حاجه ودي حاجه يعني جايين انت شايف انه جايين بتوجيه ده اكيد انتوا اللي عايشين جوه القصه يعني. طبعا لان دلوقتي يعني هو المفروض الطبيعي انت لما تيجي ترفض ميزانيه لازم تناقشها الاول مع مراقب الحسابات تشوف ايه المخالفات اللي في الميزانيه. صحيح. ده ما حصلش ما ناقشوش الميزانيه حولوها على طول للجهاز المركزي للمحاسبات. خطه النشاط ما اتناقشتش اترفضت ومنها هي نفس خطه النشاط اللي السنوات اللي قبل كده لان احنا بنتصرف في حدود الميزانيه فمعروفين كم بطوله احنا بنحضرها في السنه. يعني ما بنخترعش حاجه. طب هسألك سؤال معلش كابتن منال انتوا بعد كده توجهتوا طالما الدنيا واقفه عندكم ومع وزاره الرياضه توجهتوا للاتحاد الدولي؟ لا توجهنا للجنه الاولمبيه المصريه. اللجنه الاولمبيه المصريه مستشار خالد زين. تمام. لان احنا قبليها طلبنا روحنا الوزاره بنفسنا اكتر من مره وطلبنا من كابتن طاهر ويعني طلع لنا مدير مكتبه وقال لنا احنا ما جاتلناش تعليمات منه ان احنا هو يقابلكم. حاولنا اكتر من مره بصفه شخصيه وديه ما رضاش يقابلكم خالص. ما رضاش يقابلنا تماما. لأنه تقريبا هو عارف احنا جايين نتكلم في ايه. فبالتالي احنا لجأنا للمسؤول الثاني عن الرياضه اللجنه الاولمبيه. طب هسألك سؤال يعني بمعرفتي بالكابتن طاهر يعني ليه من وجهه نظرك كابتن طاهر هيشوف ان اللائحه غير مطابقه ويعمل عكسها وشايف ان الدكتوره او الاستاذه لميا غير مطابقه للمواصفات ويصر عليها ليه يوجه اعضاء الهيئات ويقول لهم انتخبوا مين او ما انتخبوش مين؟ انا برضو مش شايف الوزير الرياضه مصلحه في الموضوع، ايه المصلحه؟ يعني انا اسف. لا انا ما عنديش فكره. ممكن توجهنا السؤال ده، ممكن هو يرد على السؤال ده، يعني هيبقى احسن من ان انت لا بس انتوا اكيد عارفين خبايا، يعني انا لا احنا ما قابلناش. انا في النهايه ولا انا في النهايه مثلا كخالد الغندور مثلا زي كابتن طارق وزيد كنت لعيب كوره مثلا وبقيت وزير مثلا فما عنديش اي مصلحه مع اي حد غير ان اعمل الصح يعني. فبالتالي وما عنديش عداوه مع مريم ومع منال ولا مع لميا. ممكن يبقى في صداقه. لكن وممكن يبقى في صداقه زي صداقة. ما انت قلت دلوقتي لو انتوا تعاملتوا مع لميا وشايفين كويسه كنتوا ممكن تطنشوا حاجات في اللائحه بس انها تخش فممكن تبقى كده تتاخد كده. انت بتقوليها من منطلق احساسك وعندك معلومات ان في صداقه ولا بتقوليها مجرد بصراحه؟ لا انا سمعت حاجات بس انا ما دام ما شفتش بعيني فما ينفعش اجزم. احنا جالنا كلام برضو من الوزاره ان احنا بنروح وبنقابل موظفين وكده ان هو يعني استاذ عمرو السعيد صديق شخصي وقعد في مكتبه على طول بس انا ما اقدرش اجزم الكلام ده صح ولا غلط انا بسمع. طب معلش هو استاذ عمرو السعيد صديق للاستاذه لميا يعني طبعا عشان كده تنزل لها وهو كان عايزها تنجح طبعا يعني الكلام ده كمان احنا على الفيسبوك هو كان بيكتبه. احنا عندنا في حاجه اسمها نشره اخبار جمباز هو على الفيسبوك كان بيكتب الخطوات بتاعت الانتخابات هتتم ازاي. الانتخابات هتتم كذا الاصوات هتبقى 6-1 مين هيجي النائب مين هيجي الرئيس مين اللي هيتعين يعني هو كان كاتب تقريبا الخطوات بتاعت مستقبل اتحاد الجمباز. طب معلش برضو هسالك مع يعني هو ده مش عيب برضو هيئات انا اسف يعني انا احترامي لو بحترم نفسي
انا لو رجل بحترم نفسي واحترم المكان اللي انا فيه هبقى شايف الصح واعمله. يعني ايه الهيئات؟ تعالي يمين تعالي، تعالي شمال تعالي، يعني دي جماعه عموميه صح ولا لا؟ يعني معنى الكلام كده يعني. بس هي انتخابات وانت عارف شغل الانتخابات بيبقى شكله ازاي. خصوصا لما تكون عدد قليل، عدد قليل قوي فيبقى سهل التحكم فيه. خصوصا لما تكون لعبه لا. لعبه فرديه بتبقى محتاجه فلوس ومحتاجه الله اعلم. برضو هو ممكن يكون الجانب الثاني ما اشتغلش انتخابات، يعني ممكن دكتور وجدي ما يكونش اشتغل في موضوع الانتخابات بتاعته كويس، فبالتالي يعني. استاذه لميا اشتغلت احسن منه. فوارد برضو يعني. طب هل الهيئات او اللي عندهم صوت مش عارفين ان الاستاذه لميا لا ينطبق عليها الوضع؟ لا ما يعرفوش. لا لا ما يعرفوش. احنا بعد كده ابتدينا نشرح الموقف، نفهم الانديه ونبعت لهم ان احنا استبعدناها مش عشان موقف شخصي، احنا استبعدناها ده واجبنا وفقا للائحه. لكن ساعتها هم ما يعرفوش يعني. اصل الانديه يعني الانديه بتبقى جايه انتخابات بتشوف مين القايمه اللي نازله يعني بتنتخب وخلاص، ما بتقعدش بقى ترجع للائحه وهتشوف مين اللي مطابق ومش مطابق. طيب هنفهم اكتر، ولكن لازم نروح لفاصل اعلاني ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن مريم والكابتن منال اعضاء مجلس اداره الجمباز المصري.